مع فاطمة كراي. إعادة العلاقات بين تونس وسوريا مرحلة تطوي أخرى، هذه هي السياسة. الخبر المباشر يقول أن وزير الخارجية السوري يزور تونس السيد المقداد. الخبر المرتبط بالخبر المباشر هو أن حركة النهضة يلقى القبض على مسؤولها الأول وكذلك بعض المسؤولين الآخرين، ويتمنع الاجتماعات في مقر حركة النهضة. ملفات متعددة ستفتح بإعادة العلاقات التونسية السورية. 12 سنة والناس زيد الماء زيد الدقيق، هذا معاه وهذا ضد، وهذا عنده ملفات وهذا ما عندوش، ولكن الصحيح طوى اللي باش نعرفوه. إعادة العلاقات بين تونس وسوريا، الحقيقة العلاقات عمرها ولا تقطعت بين السوريين والتوانسة، وخاصة وقت اللي التوانسة معناها في غفلة منهم، وهما في بالهم عاملين ثورة وبدلوا بلادهم وباش يغيروها وباش يمشوا يعملوا دستور جديد. إذا به تقع جلسة أو اجتماع دولي في تونس اسمه أصدقاء سوريا، مؤتمر أصدقاء سوريا. شنو مدخلها تونس؟ شنو علاقاتها بهالملف؟ هذا اللي ما عرفناش. المهم بعد 12 سنة تعود هذه العلاقات بعد ما راوحت مكانها من 2015، والقيادة التونسية وقتها والقيادة الجديدة اللي جات بعد الترويكا ما نجمتش تاخذ المصير بين أيديها مباشرة، لأنه في الحقيقة فما معضلة موجودة صلب الدستور، واللي هي تنظم بطريقة خايبة برشا العلاقات بين الرئاسات الثلاث وبين السلط، بين رئاسة الجمهورية وبين رئاسة الحكومة وكذلك بين رئاسة مجلس النواب. ثلاثة روس وزوز روس في سلطة واحدة اللي هي السلطة التنفيذية، وشفتوا العقبات وشفنا اللي حدود ذاك الدستور ترجمت فلم تصح. المهم اليوم عودة العلاقات هذية ستفتح الباب كبيرا، اللي عنده حجرة يرميها. كيفاش؟ كان فما ملفات تسفير، كان فما ملفات مرتبطة بالإرهاب بهذا أو ذاك، ما نقولوش احنا مسؤول سياسي وإلا حزب سياسي معين، ولكن نقولوا احنا اللي راهو كثير من اللوبيات وكثير من الذين تعاملوا بسياسة المجاري وسياسة وراء الستار وسياسة اللوبيينج، الكلهم راهو اليوم ممكن ياسر نشوفوهم يتقدموا للقضاء للعدالة على أساس أنهم هما عندهم يد وإلا شبر فيما وقع. اليوم البرمة تغلي في تونس على هالعملية دي متاع شدان متاع مسؤولين في النهضة، ومحاكمات ربما تصير قريبا إلى آخره. ولكن المهم بالنسبة للتونسي هو أنه بلاده ما يعرفش علاش دولته قطعت العلاقات مع سوريا، علاش دولته دخلت في محاور معينة اللي هي ما عندناش بها حتى باع، وما كانت لا من أهداف الثورة ولا من أهداف التوانسة اللي هما خرجوا ذات 14 جانفي 2011 من أجل حرية وكرامة وطنية. اليوم تعود العلاقات هذية، وقد يكون ملفات في الخزائن السوداء سوف تظهر. وعلى كل حال مش بالضرورة اللي قاعدين يندوا به توا ويقولوا عليه اللي هو معناها تد دفيش، ينجم يكون هو اللي مسؤول، ربما مسؤوليات تتسرب إلى أماكن أخرى إلى شخوص آخرين. ولكن اللي يهمنا في الموضوع هذا أنه تونس اليوم استعادت قرارها السياسي السيادي، ولكن زادة راه مش وحدها، لأنه الإقليم والعالم أيضا تخلى عن تلك السياسة وتلك المرحلة، فهي مرحلة تطوي أخرى، وهذا هو ديدن السياسة، مرحلة تمشي ومرحلة تجي، ولكن الاستفادة متاع الشعوب والدول هي تكمن في أنهم قديش خذوا من درس، وقديش ممكن نقيوا الشعب هذا من أنه تتعاود عليه مسائل مثل اللي راها طوى 12 سنة. كيفاش النجم نسعفوا بلادنا وشعبنا من غير ما نقطع علاقاتنا مع الآخرين، ولكن زاد بفرض رؤيانا اللي هي رؤية وطنية
وتستجيب إلى الرؤية القومية والإنسانية.